السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التمرين ده هو بيقولني ان انا عندي الميموري والسايز بتاعها كان 4 جيجا بايت، يبقى هو مديني السايز بتاعها، وهي عبارة عن مالتي ليفل ناند فلاش ميموري. يعني معنى كده ان كل سلة تقدر تخزن اكتر من بت من الداتا. وبيقولي هنا ان السايز الخاص بالميموري كان 25 ملي متر مربع، وان الميموري دي تقدر تخزن ما بين الليفلز المختلفة اللي هي 0 وسي على 7 و2 سي على 7 وهكذا. بيقول اوجد لي كم بت ممكن نخزنها باستخدام كل سل. علشان نجاوب الفقرة الاولى حضراتكم بنروح للجزئية دي. اقل رقم عندي هنا كان 0 واكبر رقم كان 7، يعني معنى كده انه عدد الليفلز اللي موجودة عندي من 0 لـ 7. من 0 لـ 7 يعني 8. طيب علشان نمثل الـ 8 ليفل دول هنستخدم لهم كام بت؟ هنستخدم 3 بت. جبناها ازاي؟ بنيجي نقول ممكن الاسلوب الاول ان احنا نقول لوج 8 للاساس 2، بالآلة الحاسبة هنلاحظ ان الناتج يطلع 3 مباشرة. او اننا نيجي نفكر كده ونقول احنا عايزين 8. طيب هل 8 هي 2 أس 2؟ لا، ال 2 أس 2 بـ 4، يبقى 2 بت ما ينفعش. طيب هل هي 2 أس 3؟ 2 أس 3 تديني 8، والأس بتاعي هو عدد البتس. الفقرة اللي بعدها بيقول لي اوجد لي الستورج ميموري بس بالبتس، يعني انا عايز السايز بتاع الميموري كلها بس بالبتس. طبعا هو مديني هنا السايز كام؟ مديهوني اصلا ان هو 4 جيجا بايت، يعني عايز يحول من الجيجا بايت للبتس. فهنيجي نقول 4 ضرب الجيجا يعادل كام؟ الجيجا يعادل 2 أس 30. على طول احنا حافظين انه في حالة السايز الكيلو بـ 2 أس 10، والميجا 2 أس 20، والجيجا 2 أس 30. طيب بس ده مكتوبة هنا 1024 × 1024 × 1024، هي الـ 1024 لوحدها تعادل 2 أس 10، فالقصة دي كلها تعادل 2 أس 30. طيب كده احنا اتخلصنا من الجيجا، ناقصنا البايت. هو البايت بكام بت؟ البايت بـ 8 بت، يعني معنى كده ان احنا هنضرب في 8. نضرب الارقام دي كلها اللي هي 4 ضرب 2 أس 30 ضرب 8 هيديني الرقم الموضح امامكم. الفقرة س بيقول لي how many memory cell، يا ترى فيه كم سل جوه الشيب. علشان نفهم ديت خليني اقول لكم مثلا انا عندي قطعة ارض والمفروض ان احنا هنقسمها لغرف، عايز اعرف كم غرفة اقدر اضعها جوه قطعة الارض دي. ببساطة هنقسم مساحة الأرض كلها على مساحة الغرفة، صح؟ أو نقسم عدد الأشخاص اللي احنا ممكن نحطها في الأرض دي كلها على عدد الأشخاص اللي موجودين في الغرفة الواحدة، هيديني عدد الغرف أو عدد السيلز. ده نفس المبدأ. فاحنا هنيجي هنا ونقول إيه؟ إنه عدد السيلز بيساوي الساعة بتاعتي كلها اللي هي الكباسيتي بس بالبتس على عدد البتس اللي انا اقدر اخزنها في الخلية الواحدة. يعني مثلا زي ما قلت لكم انا عندي قطعة ارض عايز اعرف عدد الغرف اللي موجودة فيها، بس عندي معلومة انه فيها 1000 فرد وان 10 افراد بيكونوا جوه غرفة. يبقى لو انا قسمت 1000 فرد على 10 افراد هيديني 100، يعني معنى كده انها هيكون فيها 100 غرفة. بنفس المبدأ هنطبقه على عدد السيلز. يبقى احنا هنروح نقسم عدد السيلز او اسف الكباسيتي بتاعتي اللي احنا لسه جايبينها في الفقرة اللي فاتت، هنقسمها على كام؟ على عدد البت في السيل الواحدة. طيب وعدد البت في السيل الواحدة ده احنا مش لسه جايبينه في الفقرة بي اللي هو كان 3؟ يبقى هنقسم الرقم ده على 3 هيديني عدد السيلز اللي موجودة عندي. طيب الفقرة الأخيرة بيقول لي احسب لي السايز بتاع السيل الواحدة. علشان نجيب السايز للسيل الواحدة هنقسم الاريا بتاعة الشريحة كلها اللي هي المساحة بتاعة الشريحة كلها على عدد البتس اللي موجودة
او عدد السيلز اللي موجودة عندي. يبقى دلوقتي انا عندي هنا 100 متر، وعارف والله ان الغرفة الواحدة بتشيل 2 متر. طيب يا ترى عندي كام غرفة؟ هتقول لي هقسم عدد الغرف الكلي على عدد الأفضل اللي موجودة في الخلية. يبقى هنيجي قاسمين المساحة بتاعت اللي هي 25 ملي متر مربع مقسومة على الرقم دوت اللي احنا جبناه في الفقرة اللي قبلها، هيديني السيل اريا.